جزاكم الله. تقول في سؤال آخر: لدينا عمارة وفيها شقق للإيجار، فهل المال الذي نستلمه حلال حتى لو كان المؤجر الذي فيها أي ساكنها ماله حرام؟ لا بأس بالأجرة الشقق وغيرها، ولكن إذا كان ساكن يستعملها في الحرام، يستعملها في أمور محرمة، إنه لا يجوز تأجيره، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.